مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري، حيث نتابع توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي. موفد التلفزيون المصري علاء رشوان ينضم إلينا من العاصمة الكينية نيروبي، إليك علاء. المدة أو الاجتماعات التنسيقية التي تجرى في نصف العام التابعة للاتحاد الإفريقي في دورتها الخامسة، هذه القمة الهامة هي قمة استحدثتها الرئاسة المصرية إبان ترأسها للاتحاد الإفريقي عام 2019، وهي قمة يدعى إليها عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، بالإضافة إلى أيضا رؤساء التكتلات الاقتصادية الكبرى، للنظر في التقدم المحرز في العمل الإفريقي المشترك، خاصة على صعيد التكامل الاقتصادي القاري الإقليمي، وأيضا النظر في التقدم المحرز في مقررات القمة الإفريقية الدورية التي تعقد في يناير من كل عام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. هذه الزيارة الهامة للسيد الرئيس التي تتعلق ليس فقط بالعلاقات الثنائية بين القاهرة ونيروبي، وإنما أيضا في إطار التكامل الإفريقي وتفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك. هذه الزيارة سوف تشهد مشاركة فاعلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقا من الدوائر الهامة في السياسة الخارجية المصرية، وأحد أهم وأبرز هذه الدوائر هي الدائرة الإفريقية. السيد الرئيس خلال مشاركة سيادته في هذه الاجتماعات سوف يلقي كلمة مصر الهامة بوصف سيادته الرئيس الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات إفريقيا، أو اللجنة التوجيهية الخاصة بالتكامل والتنمية الإفريقية المعروفة بنيباد. هذه الرئاسة التي استمرت لمدة عامين سوف يستعرض خلالها السيد الرئيس جهود الرئاسة المصرية في تحقيق التكامل الاقتصادي القاري الإفريقي، وأيضا في إطار تنفيذ مقررات اتفاقية التجارة الحرة ودخول منطقة التجارة الحرة إلى حيز النفاذ إبان الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي عام 2019. أيضا السيد الرئيس سوف يلقي كلمة مصر الهامة أمام جلسة تعنى بالتغيرات المناخية والبيئة بصفة سيادته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، يستعرض خلالها جهود الرئاسة المصرية في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على دول القارة السمراء. هذه الزيارة كما أشرنا زيارة هي الثانية من نوعها، أولى الزيارتين كانت في عام 2017، تأتي هذه الزيارة هذا العام وهذه الأثناء لتضع حجرا جديدا في جدار العلاقات المصرية الكينية. هذه الزيارة أيضا سوف تتضمن عقد قمة مصرية كينية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو، قمة هامة يستعرض خلالها الرئيسان جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بداية من استعراض مجمل العلاقات التاريخية بين مصر وكينيا، بالإضافة أيضا إلى استشراف سبل دفع هذه العلاقات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين القاهرة ونيروبي. هناك نظرة من التقدير والاحترام والعرفان في كينيا على المستويين الرسمي والشعبي للجهود المصرية المبذولة ومد يد العون من مصر الشقيقة الكبرى لجهود التنمية في كينيا. لا يخلو مشروع قومي وطني كيني من أيادي لخبرات مصرية، سواء على المستوى الاقتصادي التجاري، البنية التحتية، صناعة الدواء، الصحة، الزراعة وغيرها من هذه القطاعات الهامة التي تعكس مدى العلاقات التاريخية والتعاون المثمر والبناء بين مصر وبين كينيا. أيضا هناك دائرة من دوائر العلاقات والتعاون بين البلدين، وهو العمل الإفريقي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. مصر وكينيا يجمعهما تجمع الكوميسا، أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في إفريقيا. البلدان يسعيان إلى تحقيق التكامل بين
الكتل أو التكتلات الاقتصادية الكبرى في القارة الإفريقية، ويسعيان أيضا بالتنسيق بينهما من جانب وبين مفوضية الاتحاد الإفريقي من جانب آخر إلى تحقيق وتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة في القارة السمراء حتى عام 2063، وأيضا تنفيذ الخطة العشرية لهذه الأجندة. مر 10 سنوات منذ إطلاق هذه الأجندة، هذه الدورة هي دورة تترأسها مصر، سوف يقدم خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال ترأس سيادته للجنة النباد تقريرا وعرضا مفصلا لجهود الرئاسة المصرية طوال العامين الماضيين لتنفيذ خطة الأهداف التنمية المستدامة في إطار هذه الخطة العشرية، وأيضا استشراف آليات العمل الإفريقي المشترك في المرحلة المقبلة لتنفيذ بقية أهداف أجندة التنمية المستدامة على كافة الأصعدة والقطاعات حتى عام 2063. ربما نفسح المجال قليلا للصورة لتنقل لحضراتكم وقائع وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد مصري رفيع المستوى إلى العاصمة الكينية نيروبي. هذه الزيارة كما أشرنا حل التعاون بين القاهرة ونيروبي على كافة الأصعدة، خاصة على صعيد التنسيق والتشاور بين البلدين حيال عدد من القضايا والملفات والمستجدات التي باتت تطرح نفسها على ساحة العمل الإفريقي المشترك. يوم بلاك انا We'll be right back.
الصوت معاهم، الصوت معاهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الى العاصمه الكينيه نيروبي وفي استقبال سيادته بمطار نيروبي الصالة الرئاسية الرئيس الكيني ويليام روتو، في زيارة هي الثانية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أولى هذه الزيارات كانت في عام 2017، زيارة هامة تدشن لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على صعيد التجارة والاستثمار وغير القطاع الهامة. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث مشاركة سيادته في الدورة الخامسة في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي. وهذه المراسم الشعبية والرسمية التي تابعناها لوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الكينية في ثاني زيارات سيادته إلى كينيا، والتي كانت الأولى منها في عام 2017. من المقرر أن يشارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة إلى العاصمة الكينية نيروبي في قمة تنسيقية لمجلس الاتحاد الإفريقي تهدف إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي. هذه القمة التنسيقية الإفريقية التي تم استحداثها في عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، واتصالا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية والإقليمية. تأتي هذه القمة أيضا لتعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي الذي تعد أبرز خطواته في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية في عام 2019. من المقرر أن يلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في هذه القمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية النيباد، كما سيلقي سيادته كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية المختلفة في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد، قمة تنسيقية للدول الأفريقية ومشاركة مصرية في هذه القمة، كيف ترى ما ستخرج به من أجندة أو مخرجات لتكامل إقليمي أفريقي؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وعايزين نقول إن هذه الزيارة بتأتي بعد نجاح كبير للدولة المصرية والحكومة المصرية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما حدث من مؤتمر دول الجوار لحل وتسوية النزاع أو الأزمة السودانية اللي حاصلة، وطبعا العالم كله شهد بنجاح هذه المبادرة. وعايز أقول لحضرتك إن نحن مصر هي التي تعلم حل النزاع في القارة الإفريقية منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019، ونحن يعني وسيادة الرئيس يبذل قصارى جهده لفض القضايا والنزاعات واللجوء إلى التسوية. سيادة الرئيس دايما يقول حضرتك كده التسوية وليس حل النزاع. التسوية بمعنى إن احنا عايزين يعني الموضوع ينتهي ونبدأ إن احنا نشوف الحياة الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة في القارة الإفريقية. أعتقد إن هذه القمة تأتي بعد هذا النجاح وبعد نجاح مصر في تسوية أو وضع بعض الآليات والاستراتيجيات الهامة جدا لحل الأزمة السودانية. تأتي المشاركة المصرية، وأعتقد أن هذه المشاركة مهمة جدا لأن طبعا إحنا في رئاسة النيباد، وطبعا رئاسة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهم حاجة بيركز عليها وفي الأجندة وفي الكلمة اللي هيقولها إن شاء الله سيادة الرئيس هو توطين الصناعات في القارة الإفريقية. القارة الإفريقية كما نعلم تماما إحنا يعني بنسميها كده القارة السمراء الشابة، 65% من سكان القارة الإفريقية معظمهم من الشباب. احنا مش زي القارة الأوروبية او الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي معظم الشباب خلاص ما عادش فيه شباب، ولكن القارة الإفريقية فيها عناصر وقوة بشرية كبيرة جدا تقدر على الإتيان بالصناعات الهامة والمهمة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيركز وهيركز ان شاء الله في هذا المؤتمر على توطين الصناعات في القاره الافريقيه. القاره الافريقيه عامره جدا بالمواد الخام وعامره جدا بالقدرات والمقدرات اللي موجوده في القاره الافريقيه، وده الشغل الشاغل لسياده الرئيس هو توطين الصناعه والتكامل الاقتصادي بين الدول الافريقيه بعضها مع البعض وزياده التجاره، حجم التجاره البينيه بين الدول الافريقيه. احنا نعلم تماما ان حجم التجاره البينيه بين الدول الافريقيه قليل جدا، يعني لو احنا قارناه بحجم التجاره بينه وبين الاتحاد الاوروبي هنلاقيه عالي، ولكن احنا عندنا المواد الخام، عندنا توطين الصناعه، عندنا كمان لو احنا نشوف كده ونراجع مع بعض الزيارات المكوكيه اللي كانت بتحصل من رئيس دوله الصين رئيس وزراء الهند لما جه زارنا في مصر الاسبوع الماضي، اعتقد ان هم بيعملوا على توطين الصناعه الصينيه والهنديه في مصر اللي هي تصديرها الى الاتحاد الافريقي ويبداوا يصنعوا فيها. اعتقد ان هي هتبقى قمه كبيره جدا للتكامل الاقتصادي وبين الدول الافريقيه بعضها مع البعض. نعم دكتور سعيد، الدور المصري في إفريقيا كان له الكثير من الإسهامات فيما يخص مشروعات التنمية وأيضا الإسهام في تحقيق أجندة التنمية المستدامة للقارة الإفريقية 2063. كيف ترى هذا الدور والمشروعات التنموية التي تقوم بها مصر في الدول الإفريقية من أجل تفعيل الاستفادة من ثرواتها المختلفة؟ دكتور سعيد، يبدو أننا فقدنا الاتصال لكننا نتابع معكم على الهواء مباشرة هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري لوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي. من المقرر أيضا أن يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الكيني على هامش هذه القمة تبحث أوجه
التعاون المشترك وكيفية تفعيل المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الشقيقين. إذن هي قمة تنسيقية هامة تنعقد يوم الأحد بمشاركة العديد من الدول الإفريقية، وأيضا مشاركة مصرية بوصف مصر رئيسة للنباد ورئيسة للاتفاقية الإطارية للقمة المناخية قمة الأمم المتحدة COP27. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث بدوره من خلال كلمات خاصة عن دور مصر وريادتها لجهود عدة في القارة الإفريقية، سواء فيما يخص التكامل الاقتصادي أو فيما يخص مجابهة التغيرات المناخية السلبية وتداعياتها على القارة الإفريقية ودولها المختلفة. هذا وقد أسهم الدور المصري في دعم جهود تحقيق التنمية في القارة الإفريقية لتحقيق عدة غد أفضل لدول القارة السمراء. ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الجهود لمواجهة التغيرات المناخية المختلفة. جاءت كذلك استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ممثلة في القارة الإفريقية لتعكس دور مصر الريادي في هذا الإطار. مصر على عهدها دائما تحمل هموم القارة الأفريقية وأحلامها، وتبذل كل جهد سعيا لتحقيق غد أفضل للقارة الواعدة. الدور المصري لا يفوته مجال من قضايا القارة إلا وطرق بابه وقطع به شوطا طويلا لتحقيق تنمية غابت عن بلاد أفريقيا لعقود. ولعل من أبرز تلك الملفات على الساحة حاليا هو مواجهة التغيرات المناخية، حيث تشدد مصر على ضرورة تحمل الدول الكبرى مسؤولية تجاه ما سببته من أضرار تدفع ضريبتها شعوب أفريقيا. وانطلاقا من حرصها على مصلحة الأشقاء الأفارقة، عملت القاهرة دائما على المنادات والتشديد على ضرورة رصد التمويلات اللازمة للحد من الآثار الضارة للمناخ في أفريقيا، ومنحها النصيب العادل من هذه التمويلات لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف من آثار المناخ. وفي هذا الإطار جاءت استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ممثلة عن القارة الأفريقية لتكون بمثابة بارقة أمل للدول الأفريقية وللكرة الأرضية في مجالات العمل المناخي. مؤتمر شرم الشيخ للمناخ أبرز دور مصر الريادي لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار، واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً. كما قامت القاهرة نيابة عن القارة الأفريقية في التفاعل مع قضايا المناخ التي ظهرت في شكل مفاوضات رسمية، حيث تولت مصر رئاسة مجموعة 77 للدول النامية والصين خلال عام 2018، ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ خلال عامي 2018 و2019، ورئاسة لجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عامي 2015-2016.
2016 والمبادرتين الأفريقيتين اللتين أطلقهما الرئيس السيسي للتكيف والطاقة المتجددة خلال الدورة 15 لمؤتمر الأطراف في باريس في عام 2015. هي إذن جهود كبيرة بذلتها وتبذلها مصر على مر السنوات لحمل لواء القارة الأفريقية في قضية مواجهة التغيرات المناخية خلال كل الفعاليات الدولية والإقليمية ذات الصلة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، قمة تنسيقية لدول الاتحاد الإفريقي أو مجلس الاتحاد الإفريقي وأيضا مشاركة مصرية واضحة من أجل تكامل اقتصادي وتعزيز تجارة بينية، أبعاد لهذه القمة سواء فيما يخص الشق الاقتصادي أو أيضا فيما يخص الشق السياسي والتعاون بين دول القارة الإفريقية، كيف تقرأه؟ حقيقة يعني من يتابع حركة الرئيس السيسي منذ انطلاق الحكم في يونيو 2014 يجد أنه اهتم جدا بأمور القارة، وحضر أول مؤتمر قمة هناك في ملابو عاصمة غينيا الاستوائية، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتابع أفريقيا على قرب ويبذل جهودا كبيرة جدا. وعندما رأس الاتحاد الأفريقي كان حريصا على عهد القمم، قمة ألمانيا أفريقيا، قمة بريطانيا أفريقيا، قمة روسيا أفريقيا، قمة الصين أفريقيا، عدد من القمم التي الهدف منها هو أن هذه الدول تقدم تمويلات واستثمارات وتعترف بأن أفريقيا ليست فقط للمواد الخام، ولكنها يمكن أن تنهض ويمكن أن تقدم لها تكنولوجيا تنهض بها. لأن ثم دفع الرئيس السيسي باتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية التي وقعت في نيامي عاصمة النيجر، وبهدف الاستفادة من القيمة المضافة لكل المواد الخام التي تنتجها أفريقيا، بدلا من أن تصدر الخارج وترجع إلينا بأضعاف ثمنها. وبالتالي فإن حرية التنقل وحرية رأس المال وحرية العمالة وحرية التصنيع هذا يعني ممكن تستفيد من القارة. ولذلك منذ أن وقعت الاتفاقية إلى الآن لا يجب سيدفع الرئيس السيسي بقوة هذه الأمور. نعم سعادة السفير، القضية التي دائما ما نتحدث عنها من أجل استغلال أمثل للثروات في القارة الإفريقية أو رقمنتها وقبول التحول الرقمي بكافة أشكاله هو تنمية الكادر البشري، كيف ترى هذا الأمر وهذا الملف تحديدا في القارة الإفريقية؟ هذا الأمر يعني القاهرة أولا لديها مراكز تدريب كثيرة في كل الصناعات، ومن خلال الوكالة المصرية للتنمية تستضيف عدد من الدورات التدريبية في مختلف المهن، وبذلك هي تهتم برفع مستوى كفاءة العامل الأفريقي. نعم. العامل الأفريقي والفني الأفريقي والمهندس الأفريقي والمتخصص الأفريقي، وخاصة في موضوع البنية التحتية، لأنه يمكن الاستغناء فعلا عن المعونات الأجنبية في هذا الموضوع. تهتم مصر كثيرا بالتنمية البشرية، وأيضا من ضمن التجارة الحرة الاتفاقية حالية الترقل، يعني يمكن إقامة مصنع في بلد أفريقي والعمال يأتون من بلاد أخرى إليه. كل هذا في خطط لابد من ترتيبها من داخل القارة الأفريقية. إذن هي الخيوط المتشابكة من أجل تنمية مستدامة تخدم شعوب القارة الأفريقية. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. قال سفير أشرف سويلم نائب وزير الخارجية لشؤون المنظمات الإفريقية إن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي هي جزء من عملية الإصلاح بالاتحاد الإفريقي. أضاف سويلم أن القمة تقوم بتحضير لقمة سنوية عادية للاتحاد الإفريقي لمناقشة العديد من الملفات الهامة.
لا تزال الاجتماعات التحضيرية الخاصة بالقمة النصف سنوية للاتحاد الافريقي والتي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي لا تزال مستمرة. وفي هذا الاطار يسعدنا ان ينضم الي في هذا اللقاء سعادة السفير اشرف سويلم الممثل الشخصي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة النباد وايضا مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الافريقية. بتشرف بسيادتك وبرحب بحضرتك. اهلا وسهلا. تشرف سيادة السفير. بشكل مبدئي لو سيادتك يعني تعطينا إطلالة على أهمية هذه الاجتماعات والأجندة التي من المنتظر أن ترفع للسادة الرؤساء وقادة الحكومات المشاركين في هذه القمة. إحنا في نيروبي الاجتماعات اللي شغالة حاليا هي اجتماعات المجلس التنفيذي على المستوى الوزاري اللي بشرف برئاسة الوفد المصري فيها، وده تحضيرا للقمة، قمة الرؤساء والقادة اللي هتنعقد بعد غد إن شاء الله. القمة دي بالصياغة دي بتعقد للمرة الخامسة. ده كان جزء، كان نتيجة لعملية الإصلاح اللي تم بيها اللي تمت في الاتحاد الأفريقي، اللي كان في ملاحظة من الدول إنه في يعني عدد كبير جدا من القمم بيعقد، وبالتالي اتخذ القرار بإنه يبقى في قمتين. القمة الأولى بمشاركة كل الدول الأفريقية اللي هي القمة الاعتيادية اللي بتعقد في مقر الاتحاد في فبراير، على أنه في منتصف العام تعقد قمة أخرى لا تضم كل الدول الأعضاء ولكن تقتصر على الرؤساء الدول والحكومات اللي دولهم بتترأس مجموعات اقتصادية إقليمية، بالإضافة إلى رئيس اللجنة التوجيهية للوكالة الأفريقية للاتحاد للتنمية اللي هي النيباد. فالمشاركة محدودة. الهدف الأساسي هو اتخاذ قرارات هامة إعدادا للقمة الاعتيادية اللي هتعقد في فبراير 2024. يمكن أهم الموضوعات اللي بتتناقش في القمة هي أولا الميزانية، ميزانية الاتحاد العام القادم، وده طبعا موضوع في منتهى الأهمية لكل الدول الأفريقية ولكن بشكل خاص لمصر، لأنه طبعا حضرتك والسادة المشاهدين عارفين أنه مصر واحدة من الدول الخمس الكبرى مساهمة في ميزانية الاتحاد الأفريقي. إحنا لوحدنا مساهمتنا في الاتحاد حوالي 7.5% من إجمالي الميزانية اللي بيشتغل بها الاتحاد الأفريقي. فمناقشة الميزانية دي كان موضوع بالنسبة لنا في غاية الأهمية. الجزئية الثانية كانت الاستراتيجية أو الوثيقة اللي بتحدد العلاقة ما بين الاتحاد الأفريقي وما بين المنظمات والتجمعات الإقليمية، بحيث يكون في تناغم وتكامل للأدوار، وده طبعا هو الآخر موضوع مهم جدا. كان في نقاش مطول على موضوع العام القادم للاتحاد الأفريقي. حضرتك عارف السنة دي الموضوع العام هو تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وده ناقشناه بتوسع. سكرتير عام الاتفاقية قدم عرض والدول الأعضاء أدلت بدلوها بملاحظاتها وبتوصياتها اللي هيتم إقرارها على مستوى القمة بعد غد. ولكن في نفس الوقت كان في عرض بقى للورقة المفاهيمية الخاصة بموضوع العام القادم اللي يعني هيركز على موضوع التعليم، مش لمجرد إسهامه على المستوى الوطني ولكن كمحور أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة، لتحقيق أهداف أجندة 2063. وبالإضافة إلى كده طبعا في عدد آخر من الموضوعات، إقرار الترشيحات الأفريقية في المناصب الدولية وخلاف. فده بصورة عامة كده المناقشات. إحنا ده اليوم الثاني، انتهينا من جزء معقول، بس يعني متوقعين يوم طويل النهاردة لحين عرض القرارات اللي بعدها يتم إقرارها على مستوى المجلس التنفيذي، يتم رفعها للقمة بعد غد بإذن الله. سيد السفير، نعلم تماما اهتمام السياسة الخارجية المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا بعدة موضوعات على رأس أولويات العمل الإفريقي، ومن ضمنها زي ما سيادتك أشرت التكامل الإفريقي الاقتصادي القاري، التكامل ما بين التكتلات الاقتصادية الكبرى، مواجهة عدد كبير من الأزمات الآنية. ولكن دعني باختصار لو سيادتك قلت لنا أبرز وأهم النقاط التي سوف تركز عليها التحركات المصرية في المشاركة خلال هذه الفعالية.
لا احنا الحقيقة مهتمين بعدد كبير من الموضوعات، ولكن يمكن يعني اركز على موضوعين او ثلاثة. اولا السيد الرئيس هيقدم تقريرين، التقرير الاول بصفته رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول وحكومات وكالة التنمية الأفريقية للتنمية النيباد، لأن الحقيقة إحنا السنة دي يعني تولينا لهذا المنصب، تولي السيد الرئيس لهذا المنصب جاي في وقت حيوي جدا، لأنه ده السنة اللي تنتهي فيها تنفيذ خطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة 2063، ويبتدي فيها تنفيذ خطة العشرية الثانية لأجندة 2063. السيد الرئيس هيقدم تقرير في هذا الموضوع عن أنشطة النيباد. السيد الرئيس أيضا هيقدم تقرير عن الرئاسة المصرية الحالية لقمة تغير المناخ، وحضرتك أكيد تابعت مشاركة السيد الرئيس في الفعاليات اللي كان على المستوى الدولي اللي كان آخرها الاجتماع اللي عقد في باريس. بالإضافة لذلك السيد الرئيس طبعا احنا مهتمين جدا بموضوعات البنية التحتية ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي وعملية الاندماج، بالإضافة بالطبع إلى أنه السيد الرئيس زي ما حضرتك عارف هو رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية والجهود المصرية في تحقيق السلم والأمن في قارة مستمرة، واللي كان يمكن آخرها القمة اللي استضافها السيد الرئيس لمناقشة الوضع المتأزم في جنوب في السودان وكيفية الخروج من هذا المأزق بالتنسيق مع غيرنا من الدول المجاورة للسودان. سيد السفير أشرف سويلم الممثل الشخصي لسيد الرئيس بمجموعة النيباد وأيضا مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الإفريقية، أنا بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذا اللقاء. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، ما كانت هذه تغطية خاصة على شاشة تلفزيون المصري لوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، تمهيدا لقمة اعتيادية تعقد في فبراير من العام القادم بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية وتعزيز عمل أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة 2063. التغطية مستمرة معكم على شاشة التلفزيون المصري.